انطلاق موافق اعزاء الجمهور والحضور الكريم. 14 من الجياد المهجنه الاصيله تشارك مسافه 1100 متر، اخر الجياد الى البوابه اولهم في الانطلاق. من وسط الجياد نشاهد الجواد اكاونت مربط الجسره وايفان روسي تخطف الصداره، امبريال فور علي يوسف جمع الكبيسي وارنو دولوبين خطوه بخطوه المنعطف الاول والصدارة ثلاثية. من الجهة الوسطى هناك سانغ دانغ مبارك علي مبارك الحي النعيمي وأوغوبيني ومحاولات وإعازات من الجهة الخارجية لصاعقة محمد خميس عيسى الكعبي وتوماس لوكاسك. 400 متر على خط النهاية، إعازات من الجهة الخلفية والصدارة لا تزال مع إمبريا فورور. من وسط الجياد المهندس أسامة عمر الدفع رواسي الميد ورونان توماس وتحركات لسانغ دانغ في واحد مبارك علي مبارك حي النعيم ومحاولات للحاق لأكاونت، ولكن لا تزال الصدارة مع سانغ دانغ وإمبريال فور قادم. إمبريال فور وسانغ دانغ